هلا نحكي عن شابتر 30 اللي هو Gravitational Forces. هاي بسموها F12. F12 هي قوة جذب الكرة الأولى أو الجسم الأول للجسم الثاني. F21 هي قوة جذب الجسم الثاني للجسم الأول، يقول مثل فيها الثاني على الأول هي F21. طبعاً F21 وF12 من حيث المقدار هما متساويات، لكن من حيث الاتجاه شو بيكونوا؟ عكس بعض. طيب هلا كيف نحسبهم سواء F12 او F21؟ F بشكل عام اي واحدة منهم، هما التنتين بيساووا بعض. بس تأملوا، هل التنتين بيساووا بعض مهما كانت الـ M؟ يعني لو كانت M1 اكبر من M2 مين اكبر؟ قوة الاول على الثاني، الثاني على الاول؟ طلعوا هاي متساويات، قوة الاول على الثاني نفس قوة الثاني على الاول، بيساووا بعض، ما في اي فرق بيناتهم مهما اختلفت الكتل، مش شرط يتساووا. هلا F12 بشكل عام او 21 ما بتفرق، نحسبها بالعلاقة التالية. جي هذا ثابت يعطى في السؤال، نضربه في M1 في M2 على R اللي بينهم تربيع، نقدر نحط مثال example. لو كان في عندي M1 بتساوي 4 كيلوغرام و M2 بتساوي 6 كيلوغرام، المسافة اللي بيناتهم هي مثلا 2 متر، ايش هي القوة اللي بينهم؟ قوة التجاذب الكتلي. فنقول الـ gravitational force اللي بين هذول الجسمين هي F تساوي G اللي هي 6.67 ضرب 10 سالب 11 ضرب، هذا هو قيمة الثابت G. M1 اللي هي 4، M2 اللي هي 6، المسافة اللي بيناتهم هي 2 تربيع. لاحظ بيشبه قانون كولوم للشحنات الكهربائية، لكن مش شحنة ولا شحنة تانية، كتلة ولا كتلة تانية، والثابت طبعا رح يتغير. ونحسب الجواب، بيطلع الجواب مباشرة معاه. طيب، خلينا الآن ناخذ مثال آخر. لو كان في عندي جسم موجود على سطح الأرض. طيب. وطلب مني بالسؤال، طلب منا نحسب مقدار جي كم بتساوي؟ طبعا مركز الارض هون، هاي المسافه اللي هي ار اي، يعني راديوس اوف ايرث، نص قطر الكره الارضيه. هلا بعتبر الارض في مركزها، كانه الكتله كلها مركزه في المركز، كانه الجسم هون موجود تبع الارض، وهذا هو الجسم، والمسافه اللي بيناتهم هي ار اي. مش رح يكون في بينهم قوة تجاذب؟ بلا شك، احنا هنا متجاذبين على الأرض. اوكي، فبنحكي F قوة التجاذب بين الجسمين هذول بتساوي G في الجسم الأول اللي هو M small، في الجسم الثاني هو الأرض اللي هو M E Earth mass على المسافة اللي بينهم اللي ار اي تربيع. لكن انا بعرف انه هاي القوة هي وزن هذا الجسم، هي قوة جذب الجسم نحو الارض اللي هي وزنه، اللي هي ام جي. جي في ام في ام اي على ار اي تربيع. نختصر الام سمول مع الام سمول. اذا جي تساوي هذا الثابت اللي انتم دائما بتعرفوه 9.81 اللي مرات من عوضه 10، من هون اشتقوا هو جي هو الثابت اللي هون هاد 6.67 × 10 سالب
ضغط Earth mass على radius of Earth. هدول كلهم ثوابت، فنعرف قيمة الـ G. راح يطلع الجواب 9.81 متر بالسكند سكوير. هاي هي قيمة الـ G. إذا كتبوا هاي الـ G وين؟ هاي الـ G عند سطح الأرض، عند سطح الأرض. ناخذ مثال آخر. مين أكبر يا شباب؟ قوة جذب للأرض ولا قوة جذب الأرض إلنا؟ مين أكبر؟ طبعاً زي ما حكيت فعلاً صحيح، القوتين متساويتين، لأنه بخلط عن الكتل القوة بيناتهم بتكون متبادلة متساوية حسب قانون نيوتن الثالث لكل فعلات فعل، مساوي في المقدار المعاكس في الاتجاه. فالأرض بتشد لتحت وإحنا بنشد الأرض لفوق، نفس القوة بينهم. Uh-huh.
كان مقدار قوة المؤثر عليه هو هون موجود في هذا المكان. فنسمي النقطة هاي نقطة A، وخنسمي هاي هون A وهون B. مطلوب فايند F on M at B في النقطة. بس هو معطيني وزنه، ولا وزنه عند النقطة A، وزنه عند النقطة A. فبنقول عند النقطة A، خلينا نسبق من المعطيات الأول. عند النقطة A الوزن F W بتساوي MG، لأنه الجسم على سطح الأرض. على سطح الأرض كم الجي؟ 9.81. كم الماس؟ بعرفش. كم الوزن؟ 400. إذا M شو بتساوي؟ 400 على 9.81. إذا هو طالب الوزن عشان يحسب من الماس، زي ما بنعرف نحسب دائما، يعني إذا عندي M بطلع W، إذا عندي W بطلع M. الله سهل. راح يطلع الجواب معانا تقريبا تقريبا 41 أو 42 شيء زي هيك. تمام؟ أوكي. هلا لما نروح عند النقطة B، هو السؤال المطلوب الـ F عند النقطة B بتساوي G، لأنه ما بعرف كم الجاذبية هناك في M. هاي احنا طلعناها من الفرع الأول، الفرع النقطة A. في الجسم الثاني اللي هو الأرض نفسها، على المسافة اللي بيناتهم اللي هي R زائد R كابيتال لكل تربيع، حيث R هي المسافة. هاي عند السطح لازم نكمل لوين؟ يعني مركز الأرض هي الأر كابيتال. تمام. هلا الجي ثابت معروف، الام طلعناها 40.7، كتلة الأرض أيضا معروفة معانا، معروفة كم بتساوي، ار اللي هي 1 × 10^6 زائد نص قطر الأرض تقريبا 6 × 10^6 لكل تربيع، نحسب كم الناتج، راح تكون كتلة الأرض معطاة في رقم السؤال ونطلع الجواب. الله يعطيكم العافية.